تيجي لجزء تاني مهم، وهو ايه؟ بناء المعنى. يعني ايه بناء المعنى؟ يعني الشباب بتوع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إبريل اللي فات، في إبريل 2020، عملوا اقتراح كده على صفحتهم، مبادرة قال لك ايه؟ أبطالنا، أبطالنا رموز العملة الوطنية. كويس، عملوا هذا الاقتراح، انه قالوا يا جماعه والله الفرق الطبيه دي تعبت معانا جدا، فاحنا عايزين نكرمها ونحط الرمز بتاعهم على عمله. ده في امتى؟ في ابريل اللي فات. مجلس الوزراء بادر بالموافقه على المبادره، وعملوا خصصوا 15 مليون جنيه ما بين اللي هو جنيه وال 50 قرش، يتحط عليهم صور الفريق الطبي المصري كعمله تذكارية تخلد تضحيات وعمل هذه، اهي العملة اللي موجود. حضراتكم قريتوا هذا الخبر. طبيعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت دي الشكر لمجلس الوزراء. هنا بقى عايز اقول لحضراتكم على ايه. في ناس تقول لك، في ناس كده قعدوا يهزروا وقال لك ايه، طب ما ال 15 مليون جنيه، طب ما كانوا ادوهم الاطباء وخلاص، هما يعني هيعملوا ايه بالعملة؟ أقولك هنا بقى فكرة بناء المعنى، بناء القيمة. الدول الكبيرة اللي بتحتفي وتخلد تضحيات الناس بتعمل مثل هذه الأشياء، ويمكن هو ده اللفت الانتباه في شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يفكروا في هذا الموضوع. خلينا نسمع من الأستاذ أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن هذه المبادرة وعن زي ما بقول لحضراتكم بناء المعنى والقيم. استاذ اكمل اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا. يعني النهارده الحقيقه الاستجابه بتاعه مجلس الوزراء واصدار هذه العمولات في استجابه للمبادره، الفكره اصلا ظهرت ازاي؟ والنهارده رد الفعل على التنسيقيه، لان انتوا وجهتوا الشكر لمجلس الوزراء، يعني حكايه المبادره كلها كانت ايه؟ في المبادرة ببساطة كانت جزء من مجموعة من المبادرات على الأرض بسبب جائحة كورونا. إحنا نزلنا ككوادر للتنسيقية وناس مختلطة بالناس في الشارع، واشتغلنا مع الفرق الطبية في رفع يعني المعاناة عنهم شوية، إن إحنا يبقى في كحول أزيد، يبقى في مستلزمات طبية، وأطلقنا حملة كبيرة وأسميناها الوعي أمان. زائد مجهود آخر موازي، وهو التوعية للناس ب ارتداء الكمامة أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية. في ظل هذه المعايشة مع الفرق الطبية، اكتشفنا أن هذه الفرق تحملت بنبل وببسالة، وكأنهم جنود على خط المواجهة. هم فعلا كانوا جنود على خط المواجهة في هذه الجائحة، وتحملوا الكثير، وسقط منهم ضحايا من كل الأنواع من الفرق الطبية، من الأطباء والممرضات والإداريين وحتى فرق الإسعاف. فكانت الفكره ان احنا دول ابطال، ليه العمله ما يبقاش عليها صوره ابطالنا؟ صحيح. او حتى رمزيه. صحيح. وانا بشكر حضرتك في فكره المعنى، المعنى هو الاهم من القيمه الماديه، لان المجهودات اللي من النوع ده لا تقدر بمال. صحيح. لكن احنا بننشر رساله، وهي يعني شكر وتخليد لهذه يعني زي ما بنقول كده هذه البطولة منهم، وتقديرا لشهدائهم. والرسالة الأخرى، الوجه الآخر للعملة، هو زرع الوعي لدى الشباب والطلائع إن مصر 30 يونيو هي مصر تكريم كل مجتهد، وإن صحيح. كل مجتهد هيبقى مكانه موجود، والشكر ليه على مجهوده. إحنا في مرحلة بناء مصر العظيمة، وهنفضل بنبني في مصر بشبابها وبكوادرها. صحيح. تاني حاجة اللي دي كانت رسالة، لأن البعض وحضرتك عارف أعداء الشر يعني يعني أهل الشر زي ما بيقولوا، كانوا بيقولوا ببساطة كده الأطباء ومش الأطباء واحتياجاتهم المالية، لكن الأطباء ردوا ببسالة وتواجدوا في المستشفيات وحتى الآن متواجدين. صحيح. وده كان يعني رد وطني، ويعني بشكل كبير جدا وعملي. فكان لازم يبقى لينا الرد ده. صحيح. فأطلقنا المبادرة في شهر إبريل 2020، ثم يعني انت عارف الاجراءات يعني الروتينيه في بعض الوزارات، ثم يعني السيد رئيس الوزراء لما تقدمنا له بطلب رسمي احال الموضوع لوزاره الماليه، ونواب الشيوخ من التنسيقيه
مجلس الشيوخ، تقدموا باقتراح برغبه لوزير الماليه من اسبوع، والحقيقه ان كانت الاستجابه سريعه. تمام. وده برضو رساله جديده ان وجود لا، وهو مجلس انا الشيوخ لفت انتباهي كمان اللي انت بتقوله انه التنسيقيه ما عملتش المبادره فقط، ولكن دول تبعت يعني النواب التنسيقيه في مجلس الشيوخ تقدموا وخدوا اجراءاتهم واجتهدوا يعني لحد ما خرجت الاستجابه الرسميه. طبعا، وده من الادوار المنوط بها مجلس الشيوخ، ان احنا نعمق الوعي ونشتغل على دراسات ومبادرات تفعل الوعي لدى الجماهير، ونبني ونحاول يعني نوسع فكره المشاركه والتكريم وتخليد الذكرى البطوله. كل ده بيساعد على مساحه من الديمقراطيه والتعبير. ده وجه اخر من المبادره. صحيح. المبادره متعدده المعاني زي ما حضرتك قلت، وده اقل حاجه نقدر نعملها للاطباء. ومع ذلك ما زال لدى التنسيقيه ونوابها الكثير الذي يقدم للاطباء ولكافه الابطال الموجودين في مصر. اشكرك جدا الاستاذ اكمل نجاتي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. طيب.